السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ابرز ما جاء في عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020. استهل بصحيفة الانتباه، قرارات مرتقبة لمجابهة كورونا بالخرطوم، كباش للانتباه، تغليظ عضوية السيادة غير وارد، فيديو أول محاكمة حول ختان أنثى، الثورية ترفض مقترحا حول تكوين مجلس شركاء الانتقالية، تسوية سياسية واتفاق وشيك بين الحكومة الانتقالية والإسلاميين، الجيش ما يحدث في أثيوبيا شأن داخلي والبكوريك بن الحبو، استمرار سحب الرخص وحصص الدقيق من المخابز المضربة في الخرطوم، صحيفة المواكب، الشيوعي يدعو للتغيير ويطالب بتسليم الحكم للقوة الثورية، الحكومة تسحب التراخيص والدقيق من المخابز المضربة، إصابة وزير شؤون مجلس الوزراء بكورونا، تصعيد في شمال كردفان لإصغاءات الوالي، الحرية تغير تخاطب فرعياتها في الولايات لاختيار أعضاء البرلمان، وقف احتجاجي للعاملين بالإذاعة والتلفزيون بسبب تعيين موظفين من العهد البائد، المالية تسليم مقترحات الموازنة الجديدة نهاية الشهر الحالي، صحيفة السوداني، التربية تجيز لائحة منع العقوبات البدنية في المؤسسات التعليمية، مستشار حمدوك الإزالة الرسمية من قائمة الإرهاب الشهر المقبل، المالية تنهي للوزارات 7 أيام لتسليم مقترحات الموازنة الجديدة، وجدي صالح ضغط من شخصيات بالسيادة والحكومة على لجنة إزالة التمكين، صحيفة الديمقراطي، طوارئ كورونا ترفع درجة الاستعداد وتخصص 11 مستشفى للعزل، 61.5 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التعليم في السودان، سلعة تغطي 9 ولايات خلال 45 يوما، وصل مكتبيه في دراجة، التعايش يدعو لحماية قيادة الدراجات بالقانون، سحب الترخيص والدقيق من مخابز متوقفة بالخرطوم. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقعنا والتكرم متابعتنا على صفحة الفيسبوك، ستجدون جميع الروابط أسفل وصف الفيديو. شكرا لحسن المتابعة.